فانت اللي بنقول عليك عقله. مفيش راجل في الدنيا يقدر يخصب واحده على حاجه هي مش عايزاها. اي بنت في ايدها انها تحافظ على نفسها او تلعب بدلها. هاي بيقابليني. طب انا حسبت لك ان اقدر اعمل من رأفت ده انسان جديد. مدام حضرتك متشعلقه فيه قوي كده انا هكشف لك كل قلعيبه عشان تصحصحي. انت هتقابلي امتى؟ بالليل. هيوديكي كازينو مرمار وبعدين هيمثل عليكي دور العاشق الولهان. كان بدي اقول لك كلام كتير راح مني، لكن بص في عينيا يترجمولك اللي في قلبي، يشرحولك حبي. الخ الخ الخ. وبعدين؟ وبعدين هيعرض عليك تقضي معاه يوم في العجم. انا وانتي وبس، بعيد عن الناس، في جزيره في وسط البحر، الحب يجمع بين قلوبنا. هي وبعدين هيحصل ايه في العجم؟ وبعدين هيحصل المطب. ازاي؟ انا مش فاضيه لك بقى يا اختي. مش هير اخس عليكي، عاوز اعرف بقيه الخطه. طب مستعجله قوي، عندي ميعاد مع بتاع كله. يا تكتاهي انت ليه؟ ده ما عرفتش تربط دماغها؟ ربطت يا معلم. امال ما جاتش ليه؟ زمانها جاي يا معلم. ما اكدتش عليها ليه؟ اكدت والله. امال ايه اللي اخرها؟ انا عارف بقى. العربيه اصطادت يا معلم. يا ادي اللي انت جايبه لي ده، خنفس. انزل يا واد انت، قد ما جبناش تهمه. اوه حامله في نفسك كده ليه؟ وايه الوردروبه اللي انت لابساها دي؟ فده لو كون البنت قلبت راجل يا معلم. انا راجل؟ الله 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 الله، ايه اللي حصل؟ كفى الله الشر. اصلك بتتريق عليا وبتعايب على هدومي، يعني انا بقى مش قد المقام؟ والمرسي ابو العباس ما تاخدي على خاطرك ابدا، لازم اجيب لك بدل الفستان 10 وبدل الجزمه دست ودست قمصان فرنجه يا معلم. مش ممكن اقبل منك حاجه ابدا. ليه بس؟ بتاع ايه؟ ابويا، اخويا، خطيبي، جوزي؟ لا لا، الا دي الكتم. انت كلامي اللي بتقوليه ده لازم اقيفك. عارف لو اشتريت لي منديل مش هتشوف وشي بعد النهارده. عجايب، يلا بقى فسحني. وجب على فين؟ فسحني. انزل. اروح فين؟ عند الغفر كده. طيب عكاه. ايش متكشك يا معلم؟ ايه